رجل الأعمال المغربي ومهندس سيارات، ابن أسرة مغربية بسيطة تنحدر من مدينة الراشدية، ابن لمهاجر مغربي اشتغل لأكثر من 3 عقود كعامل بسيط في مصنع رينو للسيارات بفرنسا. Je suis Fawzi Anaja, fondateur et président de Namix. إنه فوزي النجاح، عن عمر 29 سنة استطاع تحقيق ثورة في عالم صناعة السيارات. فعلا إنه إيلون ماسك المغربي. أصدقائي، ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. تمكن الشاب المغربي فوزي النجاح من ابتكار سيارات نام إكس، والتي تعتبر السيارة الأولى بالعالم التي تعمل بالهيدروجين الأخضر. وتتوفر من جانب آخر هذه السيارة النموذجية على خزان وقود قابل للإزالة. وبحسب تقنيات هذا الاختراع، فإن مظهر هذه السيارة الجديدة ليس هو العنصر المستقبلي الذي يميزها، بل لأن خزانها الرئيسي يتم تدعيمه ب6 كبسولات يمكن تغييرها في بضع ثواني، ويمكن لها العمل لمسافة تصل 800 كيلومتر، وشحنها يستغرق زهاء 3 دقائق فقط. وكشف المغربي فوزي النجاح عن اختراعه الأربعاء الماضي بمقر شركة بينينفارينا بإيطاليا، صاحبة التصميم التاريخي لسيارة فيراري، وهي سيارة نام إكس، والتي تعتبر أول سيارة دفع رباعي تعمل بالهيدروجين الأخضر. وتتكون تقنية نام إكس الحاصلة على براءة اختراع من خزان هيدروجين ثابت و6 كبسولات قابلة للإزالة، ومن المقرر إطلاقها في عام 2025. وتستجيب نام إكس للطلب المتزايد على الهيدروجين الأخضر والسيارات الهجينة وسط تحول سائد بشكل متزايد نحو مصادر الطاقة النظيفة وإزالة الكربون في جميع أنحاء العالم. وقال المخترع المغربي فوزي النجاح في بيان صحفي إن طموحنا المزدوج هو أن نصبح مرجعاً جديداً في عالم السيارات عديمة الانبعاثات، وأن نستكشف باستمرار مناطق جديدة لتسهيل تنقل عملائنا. وأضاف فوزي النجاح أن سيارة نام إكس هو مشروع جماعي تم بناؤه مع أفضل الشركاء الصناعيين والتقنيين في أوروبا وإفريقيا. يشار إلى أنه سيتم إطلاق هذه السيارة اعتبارا من عام 2025، وسيتم تسويقها في نسختين مختلفتين، بما في ذلك الدفع بالعجلات الخلفية للمبتدئين بسرعة قصوى منظمة تبلغ 200 كيلومتر في الساعة، والتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.5 ثانية. يوفر الخيار الثاني دفع رباعي مع سرعة قصوى منظمة تبلغ 250 كيلومتر في الساعة، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.5 ثانية. وستتراوح أسعار الإصدارين بين 65,000 و95,000 يورو. وقد تم الكشف عن نموذج نام إكس الأولى لأول مرة في 11 مايو في مقر بينينفارينا. وسيحصل الجمهور على لمحة عن نام إكس في معرض باريس للسيارات القادم المقرر عقده بين 17 و23 أكتوبر من هذا العام. أصدقائي، إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات.